دكتور، عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضل يا دلوقتي فندم. الدراسه بتقول اقل من 5 ساعات. لا، الطب بقى بيقول كم ساعه في كم ساعه من يعني 6 النوم الى 8 او الجسم ساعات محتاجها، والوقت يعني هل النوم بالليل احسن من بالنهار؟ طبعا طبعا، النوم بالليل احسن من النوم بالنهار، لان في حاجه اسمها السيركاديان ريزم، او الماده اسمها الكورتيزول، دي بتفرز الساعه 8 صباحا. دي احسن وقت النشاط الانسان، نشاط مخ الانسان ونشاط جسم الانسان. دي يعني الانسان بيكون في احسن اوقات انتاجه في الفتره الصباحيه. فلكن الناس اللي بتقلب نظام نومها فبيتلخبط الساعه البيولوجيه بتاعتهم، وبالتالي بيحصل لهم لخبطه في الافرازات، الهرمون الكورتيزول.